ناشد من خلال قناتكم الموقرة أنه الحكومة تسوين حلول للشباب. أول شيء هي العمالة الأجنبية والعربية المسيطرة على العمل، وشوف الشاب العراقي قاعد بلا شغل ولا هذه، وفوق كل هذه مصعدين المواد الغذائية، لأن هي روسيا اللي هي بها الحرب وهذه ما مصعدة المواد. ليش العراق؟ إحنا شنو الغرض من هالغاية؟ والنفط صاعد، احنا ما مستفادين. ليش مو كافي اللي بكتوه من الشباب؟ والله انتظروا من عندنا ثورة اكثر من هذه، والله العظيم اكثر من هذه الثورة. وعتبي على الشعب اللي ما جاي يطلع يساند هذا الشباب. كافي، احنا ملينا. تروح لك على دائرة المعقب وما اعرف شنو تدفع رشاوي، يلا تمشي امورك. تروح لك على رعاية، احنا اصحاب عوائل كبرى، تروح لك على رعاية تقول لك كله تنتمي للحزب الفلاني، روح جيب لي من الكتاب الحزب الفلاني. ليش مو انا عراقي؟ ليش؟ الى متى هذا الاسلوب تستخدمونه ويا الشباب؟ شباب انحرفت، قامت يعني تاخذ هاي الممنوعات، يعني وين انطوجوهنا؟ كافي عادينا، كافي. احنا نريد حلول لهاي الشباب. تروح لك على مصنع او معمل عراقي، لا والله ما شغلك يا بليش، بس بنغاليين، بس سوريين، بس لبنانيين. ليش احنا وين انطوجوهنا؟ نطلع كتتونا، يعني ماكو شيء. يعني انا عتبي على الشعب انه نطلع ايد وحده. كافي انه يبوقون بينا مليارات جاي تنباق من عندنا. هاي حقي وحقك انت وحق اولادك. كافي. لا، هو شنو الشعب اللي يريده؟ بس عيشه كريمه، انه خدمات وتوفر له عمل. خلاص فتحوا المصانع، خلي الشاب يشتغل. ما نريد تعيينات. ليش الخريج جاي يبيع شاي لو تشوفه كاظل ارصفه، تسيله يقول لك عندي شهادات عليا، هو كاظل رصيف. ليش؟ كافي عادي، أنا كافي.